الوداد يتقدم على النادي الأهلي بهدف في الشوط الأول، ضاعت فيه البداية من النادي الأهلي، ولكن من الدقيقة 23 تقريبا حتى الدقيقة 45 أو حتى الدقيقة 46 كان الأهلي هو اللي مسيطر، هو اللي مستحوذ. فانقصه بس إن هو يترجم بعض الكرات الثابتة وبعض الهجمات لأهداف. يمكن في كرة هنتكلم فيها بعد كده خطأ تحكيمي من فيكتور جوميز أضاع فيها يعني هجمة منظمة على النادي الأهلي، كان من الممكن إن النادي الأهلي يحرز منها هدف زي ما شفنا مع حضراتكم. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف آراء محللينا الكبار في أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظروا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، البدايه راحت من النادي الاهلي في التفوق الوداد المغربي اول 15 دقيقه، اعتقد هي دي اللي ادته الافضليه انه يحرز هدف. سريعا دائما كده كلنا في الاستوديو اتكلمنا على كام نقطه كده وحصلت. يعني اتكلمنا على البدايات وكلمنا على الاستحواذه وكلمنا على الكره الثانيه. في بدايه المباراه راحت منك، عشان كده سبت انت البدايه، خدها منك الوداد. كان بلال قالك ان هو ممكن يروح ضاغط عليك في اول مباراه على اساس شويه يعني ايه اللي هو كارت ارهاب كده، هو فعلا حصل كده، ضغط عليك من قدام قوي وبدا يستغل اخطائك الغير مبرره، لدرجه ان الهدف جه بخطا منك انت، خطا تمرير، تمرير مزبوط. يعني تمريره مقطوعه هو بيضغط عليك للهدف ده. لا، طول ما انت بتضغط عالي قوي قدام قوي فانت القطعة بتبقى انت قريب لحارس المرمى، قريب للمناطق اللي خطر. فده اللي حصل في الهدف. لكن هو العيب عيب بدايه بتاعتنا. انا النادي الاهلي بدا بدايه ممكن تقول عليها كده بدايه متوتره. أيوه. بدون داعي، بدايه متوتره راحت منك البدايه. بعد الهدف هو غير طريقته. أيوه. راح لاعب ساب لك نص الملعب تماما وبدا يعمل كسافه دفاعيه في نص ملعبه هو. مزبوط. انت ساعدته بحاجه كمان سيئه، كور طويله ملهاش داعي خالص، لانك بتلعب كور طويله على بيرسي تاو مش هو اللي يتلعب عليه كده يعني، فاهمني؟ لكن في نهايه الشوط يعني انت الكور البسيطه قوي اما اللي بتستغل فيها تمريره والتانية واختراق بتبقى شكلك عندك بالظبط، هو ده اللي يبدا بيه الشوط الثاني ان شاء الله موسيماني باذن الله رب العالمين. كابتن هاني، شفنا ظاهره من لاعبي الوداد وكانهم يعني متقال لهم ان هم يسددوا كتير على المرمى، ولكن على الجهه المقابله ما كانش فيه حد بيقابل اللعيبه اللي بتشوط ديت. يعني شفنا اكتر من كره على حدود ال 18، منهم كره ضربت في العارضه، كره من فوق ال 18 من فوق المرمى، وبعدين الجول الداخلي. الثلاث لقطات دول بتوع التسديدات اولا جت من خطا مننا احنا. بالظبط. يعني انت ممكن يبقى عمليه الضغط واحد جاي من ورا وبيصلح لنفسه فيبقى في ضغط عليه، لكن ما فيش ضغط لان الكره اتقطعت في نص الملعب، الراجل عنده يا دوبك لمسه والثاني ويبدا يسدد. فده مهم جدا ان وعندي انا وجهه نظر، لو انت مش قادر تحضر بشكل كويس ما تعملش الريسك. يعني بعد مره اتنين تلاته لقيت الامور انت مش قادر تطلع بالكوره، مفيش ما يمنع انك تطلع الفرقه قدام وتبدا تلعب على الكوره الثانيه. يعني احنا في اول بدايه قلنا ان هم هيضغطوا بشكل كبير، وكانوا بيضغطوا بخمس لعيبه بس، يعني كان عمليه الضغط بخمس لعيبه من الوداد. خطا النادي الاهلي ان هو مصمم انه ينقل في الاجزاء الخطر، خطا من ياسر وبعدين كورتين من عبد القادر، حتى الكره اللي جت في العارضه يعني في الدقيقه 10 هي الكوره جت في العارضه خطا من عبد القادر. حتى الهدف اللي جه بعديها باربع دقائق نفس الخطا بيتكرر تاني وكان هدف. صحيح. ففي اعتقادي الشخصي ان البدايه كانت زي ما الكابتن علاء متوترين بشكل كبير جدا، مش عارفين نبني بشكل كويس. الضغط العالي اللي عمله الوداد اتسبب ان هم استحوذوا وسهلنا لهم الامور، ان احنا بدل هم ما يبنوا يوصلوا نص الملعب وبعدين التلت الاخير الخطأ انت بتدي له الكره في التلت بتاعك، التلت الدفاعي بتاعك، وبالتالي هو ما عملش مجهود. بعد طبعا ما احرز الهدف طبعا رجع زون ديفنس، واحنا عندنا شويه مشاكل في الحاله الهجوميه، عندنا مشاكل في بدايه الهجمه، لازم اعتقادي الشخصي لازم يكون في تغييرات وتغييرات بدري لموسيماني باذن الله. طيب كابتن بلال، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. طبعا الشوط الاول البدايه زي ما اتفقنا كابتنين البدايه كانت سيئه من النادي الاهلي، سيبنا الوداد يضغط مع الجمهور. خد بالك انت برضو بتلعب يعني مش في ملعبك، بتلعب في ملعب الخصم، فده عامل مؤثر عليك. انت سبت له البدايه في اول الماتش مع شويه ضغط من الوداد، شويه عدم التزام من فرقه النادي الاهلي في بدايه الماتش، الباصات مقطوعه، تمركزات يعني شويه غلط، في كره يعني اتقطعت واحده واتشاطت جت في العارضه الثانيه،
سجلت هدف، كل ده مش مهم. خلاص انت ابتديت ترجع الماتش، ابتدى يسيب لك الاستحواذ، ابتديت انت تخش في الماتش، المفترض ان انت تبقى اهدى من كده بكتير. احنا كنا بنعول على الرباعي الامامي انه متحرر، لا انا عايز تحركات اكتر من كده يا جماعه. الشغل اللي هو بتاع رصاصة الحربة وخط النص اللي هو الدبل باص والتيك اوفر والاوفرلاب، الحاجات دي مش موجوده الشوط الاول. دفاع الوداد سهل يتضرب، عملت مره واحده بس مع طاهر، راح بيها بالظبط مره واحده بس، رقص واحد والثاني والثالث وشاطها. أيوة شاطر. احنا عايزين يا كابتن بص يبقى اللعيبه قريبه من بعضها علشان تقدر تعمل 1 2 مثلا وتخش على هما لعيبه بطاء شويه في الحرب. صحيح. تمام، فانت صحيح. عايز تضربهم لازم 1 2 سريع، لازم يعني تبقى سريع، لازم صحيح. يبقى عينك شايفه اللعيبه اللي معاك، لازم التحركات تبقى سريعه. مزبوط. في ال 18 عشان تقدر تسجل هدف. مزبوط. الاهم من كل ده البدايه الشوط الثاني، ما ينفعش تتسرق مننا البدايه الشوط الثاني. والاهم من كده ان حتى لو الماتش كمل والنتيجه 1-0 ما تستقبلش هدف ثاني، لان أكيد. باستقبال هدف ثاني الموضوع انتهى تماما. أكيد. صحيح. طيب كابتن اسامه، حلول مستر موسيماني الشوط الثاني؟ حلول مستر موسيماني يعني اتمنى يكون التغييرات الوقت المناسب دلوقتي حالا، من البدايه دلوقتي خروج احمد عبد القادر ونزول مجدي قفشه، عايزين حد يستحوذ على كره في نص الملعب. صحيح. ويقدر يعمل البينيات، الكرات اللي تقدر توصل للمرمى، احنا مفتقدين ده في الشوط الاولاني. على حساب مين يا كابتن؟ احمد عبد القادر يخرج ينزل محمد مجدي قفشه ماشي، ويلعب عادي طاهر ناحيه اليمين، طاهر ناحيه الشمال، وحسين الشحات ناحيه اليمين، وقفشه في النص، وقدام بيرسيتاو. بعد شويه لو النتيجه استمرت 1-0 للوداد بتخرج محمد هاني، ارجع حسين الشحات باك رايت، وانزل محمد شريف وبيرسيتاو يلعب على الطرف. دي التغييرات الثانيه. التغييرات الثانيه خروج محمد هاني، رجوع حسين الشحات باك رايت، وانزل محمد شريف وازود الناحيه الهجوميه. طب لو الموضوع اتاخر ثاني، اخرج ايمن اشرف، اخرج ايمن اشرف وانزل وليد سليمان، وارجع حمدي فتحي هو اللي يلعب مساك عندي. طيب. يلعب ديانج وقفشه في نص الملعب. طب وجهه نظرك ايه في حته على حسب النتيجه لو متاخر، بس ده كله بيرجع ان انا ما يدخلش فيا هدف الثاني. طيب. لو دخل فيا الهدف الثاني ده بيصعب الدنيا. وجهه نظرك ايه في تغيير حسين الشحات بمحمد هاني، طالما حسين هيلعب ظهير ايمن؟ ظهير ايمن بس عنده نزعه الهجوميه، وانا محتاج ان انا هاجم. ممكن يلعب بثلاثه ورا، تلعب ثلاثه ورا ثلاثه، تاخد الريسك بدوت ان عندك يبقى تطير حسين الشحات، تطير علي معلول، عندك ثلاثه ممكن يلعبوا في الديفنس، وعندك كثافه عدديه ولازم الترتيب بالظبط. قفشه في البدايه، في البدايه لو النتيجه اتاخرت بنزل ومحمد شريف وارجع حسين الشحات باك رايت، لو النتيجه لسه متاخره بغامر خلاص بنسبه 100% خروج ايمن اشرف ورجوع حمدي فتحي ويلعب وليد سليمان قدام باذن الله رب العالمين. احتمال كبير القفشه فعلا يغير من بدايه الشوط الثاني. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي للعوده للمباراه والفوز باذن الله رب العالمين وتحقيق اللقب رقم 11 في البطوله الافريقيه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الثاني، ارجوكم انتظروا.